تمشي مع الدوائر ما فيها بس خليه تمام من عمويل لا يا ابو خلاص يا ابو الحمد لله تعال جاي يا ملك وين ما عرفت شو النقد هو تعال في النص تعال في النص تعال في النص وبيجي من احسن بينا بس حل الدنيا سبب تواجدنا هنا الاعتصام هو زيارة وزير الدفاع أسامة جويلي للكفرة. هذه الزيارة رافضينها جميع مواطنين الكفرة باعتبار أنه كان آخر زيارة له في يوم 9/8/12، وعد بعض الوعود بحيث أنه يحل المشكلة من جذورها، لكن للأسف لحد الآن نحن اليوم في نهاية شهر 4 لحد الآن لم تحل هذه المشكلة. هنا لو أنك تلاحظ أن هناك مقولات وكذلك إفطات أن مكتوب عليها يرفض هذه الزيارة، كذلك أن جميع الوزارات أن خارج تغطية باعتبار أن الكفرة مرت بأحداث مؤلمة لحد الآن. الجنوب بصفة عام والكفرة بصفة خاصة تنزف الدم لحد الآن ينزف، هناك قضايف تتساقط على المواطنين. اليوم دفنا 3 من الشهداء، الجرحى وصل عددهم فوق 30، أغلبهم مواطنين آمنين موجودين في مساكنهم، سقطت عليهم القضايف من هنا وهناك نتيجة الرماية العشوائية. لا نعرف من أين أتت هذه، يقال أن هناك صدام حصل بين كتيبة درع ليبيا وبعض العصابات الخارجة عن القانون. هنا نثمن دور درع ليبيا باعتبارها قوة رادعة لجميع الخارجين عن القانون، فقامت بدورها على أكمل وجه. من هنا نوجه هذه التحية لقوات درع ليبيا، جميع القادة الموجودين فيها، جميع الجنود المشهورين الموجودين فيها، جميع الثوار اللي موجودين فيها. نحن متواجدين هنا من أجل هذه الزيارة التي قام بها وزير الدفاع. حكيت بداية أن وزير الدفاع كان لدينا في شهر 12، للأسف وعد بعض الوعود، لكن لحد الآن لم يلبي أي وعد من الوعود التي قطع على نفسه لمواطنين الكفرة. لحد الآن نحن الجرح لحد الآن ينزف، لحد اليوم الجرح لم يندمل بعد، أي لم يشفى بعد لحد الآن، والمستقبل مشهول لدينا. لحد الآن نحن نعيش أزمة حقيقية. المدارس أقفلت، الشوارع أقفلت، المحلات بصفة عامة أقفلت، لا توجد حياة. الحياة الطبيعية في الكفرة يعني شبه معطلة، قد تكون معطلة بالكامل. هنا من حق الشباب أن يحتصموا تنديدا بهذه الزيارة التي نحن لا نعرف أسبابها. لما أتى للكفرة هو؟ هل من أجل تقديم خدمات المواطن؟ فلماذا لم يخرج ويتقابل مع المواطنين الموجودين أمامه في هذا الاعتصام؟ إذا أتى لأجندات خاصة أو غير من ذلك فيجب أن تكشف هذه الأجندات أو نعرفها نحن ماذا هو أتى إلى الكفرة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، نترحم على أرواح شهدائنا. اليوم استشهد منا شهيدين، عضو هيئة التدريس في كلية الزراعة، وطفلة عمرها 6 سنوات وشخص آخر. الدولة تعاني من فراغ أمني شديد، لا نعرف. الآن وزير الدفاع متواجد في الكفرة ولا نعرف ما الذي يفعله. نطالب الحكومة، نطالب المجلس بملء هذا الفراغ الأمني. أهل الكفرة يعانون الأمرين، قطاع تيار كهربائي، قذائف، لا ندري ما نفعل.
نطالب من له الكلمة أو من له الفصل في هذه الدولة الجديدة أن يضع حد لهذه الممارسات، ممارسات بشعة. وزير الدفاع لا ندري ما يفعل في الكفرة. في البداية قالوا قبلية، الآن قالوا فصيل المدعو عيسى المجيد خارج عن الشرعية وهو الآن يفاوض. نرجو من من له القرار في هذه الدولة الجديدة أن يضع حد لهذه المأساة. شكرا والسلام عليكم.